بيكم أعزائي المستمعين في قصص الرعب. وزي ما احنا عارفين إن من شروط قصص الرعب إنك تحط السماعة في ودنك وتطفي النور وتركز في كل كلمة هقولها. أنا سارة، قصتي بتبدأ من أول ما اتنقلنا بيت جديد. رحنا عمارة جديدة 7 أدوار في شارع حلو. أنا وأسرتي كنا في الدور الثالث، أما بقى الدور الأول فكانت بتعيش فيه 6 عجوزة. بس عايزة أقول لكم إن الشقة دي كل الناس كانت بتخاف تقرب منها، والست العجوزة كانوا بيخافوا حتى يبصوا لها، علشان الست دي معروفة عنها إن هي بتاعت ساحر واتصال بالجن والحاجات اللي بتخوف دي. أيامنا كانت بتمر عادي جدا لحد ما جه اليوم اللي كل السكان فيه شموا ريحة زي ريحة عفونة كده. كلنا نزلنا على الدور الأول عشان نشوف إيه الريحة دي، وبدأنا نخبط على الست العجوزة ونضرب الجرس كتير، محدش رد علينا. كلنا قعدنا نفكر لثواني وقررنا ان احنا لازم نكسر الباب. الستات والاطفال بعدوا عن الباب والرجالة اتوجهوا ناحية الباب علشان يكسروا، وبعد كذا محاولة فعلا الباب اتكسر وكلنا شفنا منظر خوفنا. شفنا راس الست العجوزة متعلقة في السقف ومحطوط فيها سيخ نازل منه مادة كده خضرة لزجة. كلنا جرينا بسرعة، كلنا جرينا برا قاعدين نصرخ ونصوت، المنظر صدمنا. وكلمنا الشرطة بسرعة وجت، ولما عينوا المكان لقوا جثتها في الحمام وكلها عليها حشرات بتاكل فيها. كل واحد مننا رجع بيته وهو مصدوم من اللي شافه. أنا الوحيدة من الناس دي كلها اللي من بعد اليوم ده اتغير حالي. مرة وأنا طالعة لغاية بيتنا فوق بعدي على الست العجوزة البيت بتاعها، وكل ما عدي أسمع صوت بينادي عليا، صوتها. أيوة صوتها. لكن المرة دي قررت أن أنا أبص مين اللي بينادي عليا، إزاي وهي ماتت. بلف براسي على الباب لقيت جملة مكتوبة على الباب فيها: محدش هيشوفني ولا هيساعدني غيرك. صرخت، طلعت جري على البيت بعيط وبصرخ مصدومة. فتحت لي مامتي، حكيت لها، طبطبت عليا وقالت لي: معلش يا حبيبتي انتي بس مصدومة من اللي شفتيه، خشي ريحي شوية ولما تصحي هتلاقي نفسك أحسن. على سريري وقلت هو فعلا ما فيش حاجة غير كده، أنا لازم أقعد وريح نفسي وهدى، ما هو برضو اللي احنا شفناه ده ما كانش قليل. قررت أن أنا نام شوية يمكن أهدى من اللي أنا حصل لي. ولما نمت بفتح عيني لقيت قدامي الست العجوزة بتقول لي: أنا اتقتلت على إيد واحد اسمه شاروش، ده مارد جن كبير. المارد ده قتلني يا سارة، وانت اللي هتجيبي حقي وتقتليه، ولو ما قتلتهوش انا هقتلك ودمر اسرتك كلها. صحيت من النوم خايفة، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي انا شفته ده؟ انا شفتها كلمتني. قمت من النوم وتوضيت وصليت وقلت: يا رب يا رب انا تعبت ريحني. نزلت اروح شغلي، وانا راجع كالعاده طلع على السلم سمعت نفس الصوت اللي بيناديني، بس قررت ان انا ما ابصش ورايا واطلع بسرعه على بيتي وادخل اوضتي واريح. وفعلا دخلت نمت عشان اريح، بس صحيت المرة دي على صوت الست العجوزة وهي بتصحيني، جايبالي كل المستلزمات اللازمة
علشان فيها انتقم من شروش. خدتني وعلمتني الطقوس ووسائل الحماية. كان في نجمة خماسية مليانة دم الست العجوزة جابتها لي وقالت لي حوغتيها بملح، وفعلا عملت كده وحضرت المرة دي شروش. مش قادرة اقول لكم ان هو كان كائن اكتر من البشع لابعد الحدود. عقدت معاه اتفاق انه يطمن لي بس حذرني من الغدر. جات لي الست العجوزة وهي فرحانة قوي، قلت لها قوليلي هو انت عملتي ايه عشان يقتلك؟ قربت مني وقالت لي والله يا بنتي انا كنت ساحرة وتسببت في أذى ناس كتير، بس تعبت وقررت ان انا ارجع واتوب لربنا، وبمجرد يا بنتي ما عملت كده وشروش ده رفض ان اوقف أذى الناس وانتقم مني وقتلني. سمعت الكلام ده وقررت ان انا ارجع تاني سريري وانام. مجرد اني نمت شفت شروش وهو بيطلب مني ان انا احضره، بس كان غضبان جدا ومتعصب. قمت عشان احضره، واكتشفت ان هو عارف ان انا بدبر انا والست دي حاجة، وحذرني وهددني جامد ان هو كمان هيأذي اسرتي. قعدت اقرا قرآن وانا بعيط بدعي ربنا ان هو ينجيني من اللي انا فيه. وفعلا من كتر ما قريت قران بايمان قوي شروش اتحرق قدام عيني. ورجعت لي الست العجوزه والحمايه اللي كانت عليا اتفكت. ظهرت لي بالوش الحقيقي، الوش المستخبي، الوش اللي بجد اللي جواه اذى. أنا كنت بالنسبة لها عبارة عن وسيلة عشان تتملك تاني من شروش وترجع تاني تأذي بالناس. مسكت قرآني وقعدت أقرأ، قعدت أقول يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وفعلا قضيت عليها وبدأت أصرخ بشكل هستيري لغاية ما أهلي دخلوا عليا وحكيت لهم كل اللي حصل، وقلت لهم انا عايز امشي من البيت ده، انا خلاص تعبت، مشوني ارجوكم. وفعلا مشينا، وبعد مرور شهور كتير قابلنا حد من الجيران اللي كانوا ساكنين معانا في العماره المشؤومه دي، وسالناه عن احوال الدنيا هناك ايه، وعرفنا ان العماره اتحرقت وبقت كوم رماد. هي دي كانت قصتي في العمارة. وانتهت قصتنا، وياريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتستنوا كل القصص الجديدة. اشوفكم على خير.